يقول: هل يجوز الزواج بنية الطلاق على سنة أو غير ذلك مع عدم علم الزوجة بذلك؟ لا يجوز الزواج بنية الطلاق، حصل فيه مفاسد كثيرة وضياع للأولاد وحيل باطلة، فلا يجوز الزواج بنية الطلاق، تزوج بنية الزواج المستمر، فإن صلحت له يمسكها وإن ما صلحت له يطلقها بدون أنه ينوي عند العقد الطلاق، عند العقد ينوي الزواج المستمر، إن صلحت له فيما بعد أمسكها وإن ما صلحت طلقها. أما أنه ينوي عند العقد وإذا مضت أيام أو يطلقها ويضيع ما يأتي من الذرية ويتزوج ثاني وثالث وكذا، مثل ما يعمل بعض الذين يتبعون الشهوات، هذا أمر لا يجوز، تلاعب بالنكاح، هذا تلاعب بالنكاح وتغرير بالنساء وتضييع للأولاد. نعم.